ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده برضو من يوميات المصيف، النهارده قررنا ان احنا نعمل ترمس ونعمل حمص، لان في استغلال جامد جدا هنا في اسكندريه، والاستغلال ده مش عاجبني ابدا. عايزه اقول لكم بقى، النهارده هنعمل مع بعض الترمس، هنعمله بسرعه من غير اي حاجه. ده الترمس السريع، جبت ربع كيلو علشان اعمله، لان جبت طبق كده من على الكورنيش، طبق صغير قد كده اهو ب 10 جنيه، مفيهوش اي حاجه، حبه ما يجوش حبه كده في كيس زي ما بيقولوا. وبالنسبه لكوبايه الحمص ما فيهاش غير حبه حمص صغيرين وب 10 جنيه. لا احنا نعمل بقى اللي احنا عايزينه في البيت، نشتري الحاجه، مش هتاخد معانا وقت. زي ما تاخدش معانا وقت هنعرف دلوقتي ازاي الحاجه دي ما تاخدش معانا وقت. دلوقتي ادي الترمس بتاعنا، معايا ربع كيلو من الترمس، معايا ميه هنا في الحله، ودي الحله بتاعت المصيف زي ما قلت لكم. ميه مغليه معايا هنا، ميه مغليه. هبتدي ان انا انزل الترمس ده اهو على الميه المغليه اهو بالشكل ده اهو، تمام. حطيت الترمس كده في الميه المغليه، هحط معاه ايه؟ بصوا هحط معاه، بصي حاجه صغننه جدا جدا من الكربوناتو. عارفين الكربوناتو اللي بنحطه اللي هو على اقول لكم على ايه اهو، دي الكربوناتو، حبه صغيرين جدا من اللي بنحطه على العرقسوس لما نيجي نعمل العرقسوس. ده بقى هيعمل معايا ايه؟ هيخليه الحبايه تكبر معايا بسرعه، وكمان مش هياخد وقت في النقع. احنا الوقت الصبح يعني بنقدر ناخده بالليل معانا على الكورنيش يخلص، ده مش المر، ده السريع اهو. المهم ان انا ايه، نقعته كده بالشكل ده. طبعا الميه دي هنتخلص منها، مش هسلقه بالميه دي، انا هسيبه بس في الميه دي ربع ساعه، وبعد كده هشطفه من الميه، وبعد كده هبتدي ان انا اسلقه على البوتاجيز، تمام. بعد ربع ساعه هوريكم لما اجي اسلقه. تعالوا بقى بالنسبه للحمص، اللي هو الحمص الشام برضو اهو، معايا هنا برضو حاجه فيها ميه مغليه اهي، احط فيها الحمص بتاعي بالشكل ده، وهسيبه برضو منقوع لمده ربع ساعه او نص ساعه. وبعد ما يتنقع برضو وانا بنقعه هحط عليه حبه صغيرين جدا من الايه، الكربوناتو اهو. بصي حاجه بسيطه قوي. وبعدين الميه اللي هي بالكربوناتو دي هنتخلص منها، بس انا عملتها ميه للنقع. طيب علشان خاطر بقى البقوليات دي ما تعملش معايا غازات وما تتعبنيش ولا اي حاجه، في ميه النقع دي وفي السليق في الاثنين بنحط ايه؟ بنحط، هوريكم استنوا اهو، بصوا احط حبه صغيرين من الكمون في ميه النقع اهي، علشان الغازات اللي بتطلع او البقاليل اللي بتطلع الكمون يمصها ده كده في ميه النقع، وهنتخلص منها. واحنا بنسلق ده وبنسلق ده في ميه السليق هنحط كمون بس، مش هنحط خلاص كربوناتو، تمام. كربوناتو مش هنحط، الكربوناتو بس ربع ساعه او نص ساعه بالنسبه للاثنين، وبعد كده هنشطفهم ونبتدي نسلق في ميه بكمون بس للاثنين، تمام. اشوفكم بقى بعد نص ساعه لما نيجي نشطفه ونحط فيه ميه نظيفه ونبتدي نسلقهم على النار، تمام. استنوني مع بعض. تعالوا بقى، رجعت اهو بعد نص ساعة زي ما انتوا شايفين، ونقع الترمس ونقع الحمص بتاعنا. تعالي كده نبص كده اهو، اهو بصي اهو، بصي نفش معايا زي ما انت شايفة، وزاد كده اهو، وادي الحمص كمان اهو. طبعا ايه، هاخده هغسله، انا بحط ايدي كده علشان المية دي هندلقها وهنغسله كويس جدا، ونغسله كويس قوي قوي، وبعد كده هنحط مية نظيفة هنا ونحط مية نظيفة هنا، مش هنحط بقى خلاص كده ايدنا ولا اي حاجة، انا بس بوريكم شكله، وبعد كده هنشوف هنحط ايه. استنوني. تعالوا بقى، بعد ما غيرت المية اهو على الترمس وغيرتها على الحمص زي ما انتوا شايفين كده اهو بالشكل ده، تعالوا بقى نشوف هنحط ايه قبل ما نحط على النار. بصي معايا هنا الكمون اهو، كمون ناعم، هحط شوية على الترمس وهو بيتسلق، وهحط شوية على الحمص وهو بيتسلق. ليه؟ علشان يمص معايا الغازات البقوليات، ما تتعبلكيش القولون خالص، دي اهم حاجة.
معايا كمان ايه، معايا حبة صغيرين من ده توم بودرة، تمام، هحطه هنا اهو، حبة توم بودرة. مع إيه؟ انا بقى في المصيف هنا ما عنديش توم صحيح ولا بصل صحيح، وكمان الناس اللي بتحبش التوم والبصل تقدر تحط توم وبصل بودرة على ايه، على الحمص بتاعنا. آه بس ما تحطيش عليه ملح، لو حطيتي عليه ملح مش هيستوي. هنا بقى هنحط ايه، هنا مش هنحط بصل ولا توم، هنا هنحط ايه، هنحط حبة خل. حبة الخل دول يعني معلقة كبيرة من الخل. ليه بقى معلقة كبيرة من الخل؟ علشان المرارة تروح على طول، أول ما يسلق يدوبك على بال، كمان شوية غير عليه المية مرتين، مية وبملح وخلاص، على كده اهو، هتساعد معايا ان هو يستوي بسرعة، وتاني حاجة ما يبقاش فيه مرارة ولا مزازة، ويبقى طعمه حلو جدا. طبعا انا جايبة اللي هو الترمس اللي هو اللي بيستوي بسرعة، اللي هو السريع، مش الترمس الايه المر البلدي. معايا كمان حبة سكر صغيرين، حبة السكر دول علشان برضو يحافظوا معايا على الترمسية بتاعتي ما تتفتحش، وكمان تساعد برضو على التسوية بسرعة. كده انا حطيت هنا حبة سكر صغيرين وهنا حبة سكر صغيرين، حاجة بسيطة جدا جدا. هنولع بقى عليه النار ونغطي عليه طبعا، ونبقى مهدين كده بعد ما يغلي غلوتين كويسين. ده لسه ما تحطش عليه طماطم ولا ملح، ولسه هنزود الكمون تاني، ماشي، عشان هنعمل لسه ده حمص، هنعمل حمص الشين، وده هيبقى ترمس، ماشي. هولع عليهم وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا بقى الترمس خلاص كده اهو، زي ما انتم شايفين داخل في السوا، تمام، وهو داخل في السوا كده هحط عليه بقى الملح بتاعه، تمام. دلوقتي هجيب الملح واحطه، وادي الحمص كمان، الحمص بتاعي اتسلق كويس جدا زي ما قلت لكم، الميه بتاعته دي ميه السليق، فيها الكمون وفيها البصل والثوم البودره، فده لون الكمون، تمام. انا عصره معايا طماطم اهي في الخلاط، وكنت احطها فين، في الفريزر اهي، اطلعها طماطم فريش، هطلعها واحطها، وابتدي بقى ان انا ازود كمون واحط كمان حبه ملح، ماشي. استنوني احط وارجع لكم تاني. يعني تاني اهو مع بعض كده، انا حطيت الطماطم، هزود بقى ميه، تمام اهي بالشكل ده. هو اهم حاجة ان الحمص بتاعك يستوي. هزود بقى كمان كمون واحط ملح. هنا انا خلاص حطيت ملح، حطيت معلقة كبيرة من الملح، وهو خلاص كده هو اتسلق معايا. هبتدي بقى ان انا اسيبه بس شوية، يعني بتاع ربع ساعة كده في المية دي، وبعد كده هو بنبتدي نتخلص منها ونحط مية، عليها معلقتين خل كبار وعليها ملح، ونسيبه بقى ساعتين كده اهو، وبعد كده نبتدي بقى ناكل منه. وهعمل لكم ليه دقة زي بتاع بره بالظبط، هنشوف الدقة اللي بتتعمل، دقة بشطة ودقة عادية، هنشوف بنعملها ازاي مع بعض، هنشوف كل حاجة. تعالوا بقى نشوف كده هنعمل مع بعض الدقة بتاعتنا ازاي. طبعا احنا في المصيف مش في بيتنا، فهنتصرف برضو، هنعمل احلى حاجة. معايا هنا نص كوباية مية زي ما انتم شايفين، نص كوباية المية هبتدي ان انا احط عليها، بصي، معلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار مليانين من الخل، تمام. معايا ايه كمان، معايا هنا ملح اهو، هبتدي احط ملح كده اهو، طبعا تحدقيها لانها دقه. معايا كمان هنا كمون، هيبتدي اخد كمون كده اهو، بتاع معلقه صغيره مليانه كده اهو من الكمون اهي، معلقه كده اهو صغيره. بعد ما حطيت المعلقه الصغيره المليانه من الكمون، هبتدي احط زيها معلقه صغيره مليانه من الثوم البودره، ماشي اهي. ممكن تحطي توم صحيح، هتبقى طعم التوم باين فيها اكتر، بس انا مش عايزه طعم التوم باين. هملاها كده اهو معلقه صغيره مليانه من التوم البودره، وهبتدي اقلب كده اهو، واعصر عليها بقى ليمونتين كبار. هروح اجيب كده ليمونتين كبار وارجع لكم تاني. تعالوا بقى كده اهو، بعد كده اهو ما دوبت كده الدقه بتاعتي كده كويس، معايا بقى الليمونتين اهم، هبتدي اعصرهم، وبعد كده ايه، هعصرهم كويس قوي ونرجع مع بعض تاني. كده اهو انا عصرت بقى ايه الليمونتين زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. بصوا بقى الدقه دي هنحطها للترمس وهنحطها للحمص. عارفين الحمص لما نعمله ونحط له دقه زي بتاع بره، هي دي الدقه دي هتبقى له الحمص والترمس. يعني لما تعملي كوبايه حمص تحطي عليها معلقتين او معلقه على حسب الكميه بتاعت الكوبايه، معلقه من الدقه دي كده اللي هي الدقه. طب عايزين بقى نعمل الشطه، هنعمل الشطه ازاي؟ هي نفس الدقه دي. بصوا خليكم معايا، هقلبها بس كويس، اهم حاجه ايه، تفضلي تقلبي فيها. يعني هي المفروض تبقى في ازازه بغطا ليها فتحه كده من فوق، وتصبي منها كده اهو، فاهماني؟
بالشكل ده. هبتدي هاخد هنا اهو حبه اهو، الحبه دول اللي انا خدتهم من الدقه هحط عليهم معلقه كبيره مليانه من الشطه، وكده بقى عندي الدقه بتاعت الشطه اهي. بصوا معلقه الشطه كده اهو، هحطها هنا اهو على الدقه بالشكل ده، ودي برضو منها للحمص ومنها للترمس. عايزه تزودي ليمون بقى لوحده زودي اهي كده اهو. كده يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا الدقه بتاعه الحمص والترمس بالشطه، وعملنا الدقه اللي هي بتاعه الترمس والحمص اللي هي خل بس وايه والتتبيله بتاعتها المميزه. هنظبط بقى مع بعض وهنصب مع بعض الكوبايات وهنعمل كل حاجه. وداعا لاي حد يقول لك حاجه غاليه، اعملي الحاجه في البيت اقتصاديه وهتشوفي كل حاجه، وهبهركم يعني هبهركم حبايب قلبي سيسي. وادي الحمص بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين، خلاص كده خلص خالص. هطفي عليه طبعا، ظبطت له الملح وزودت شويه الكمون وظبطت كل حاجه. وزي ما انتم شايفين الطماطم يعني طماطميتين كده ثلاثه مش كتير، لان بيبقى لونه خفيف مش لونه تقيل، مش عايزه الطماطم يبقى ليها سمك. طماطميتين كده في الخلاط، اهم حاجه ان انت تصفيهم من القشر ماشي. تعالوا بقى نقدم مع بعض ونشوف النتيجه بعد ما نقدم الحمص ونقدم الترمس بتاعنا. كده بقى خلصنا الحمص بتاعنا اهو وصبناه، وادي الترمس الجميل. الترمس بعد ما خلاص خلص من الغليان، طبعا اتخلصنا من ميه السليق دي ونقعته في ميه نظيفه لمده ساعتين بميه وملح وعليهم معلقه كبيره من الخل وعصره ليمونه، وتسيبيه بقى في الميه دي وتحطيه يا ريت في الثلاجه عشان ما يعملش، لو عندك كميه ما يعملش ريم، وتسيبيه بالميه بتاعته المحتفظه بالخل وبالليمون وبالملح، ويا ريت لو تحطي كمان سنه سكر صغيره. هيفضل عندك ان شاء الله شهر، مش هيحصل له اي حاجه في الثلاجه، الولاد تروح وتيجي عليه مش هيحصل له اي حاجه. احنا عاملين على كميه صغيره، ودي الدقه اللي احنا عاملينها. لو انت عايزه تشيلي الدقه دي تعمليها وتحتفظي بيها في ازازه في باب الثلاجه لمده شهر، هتستغني عن الليمون علشان ما يعملش مراره، وهتحطي بدل الليمون ربع معلقه صغيره من ملح الليمون، هيديكي نفس المزازه بتاعه الليمون، ودي ماده حافظه كمان للدقه وللشطه برده لو حابه تعمليها. وادي الحمص اهو او الحلبسه زي ما انتوا تحبوا تقولوا اهو. بصي لازم الميه بتاعته تبقى خفيفه كده اهو، ما تبقاش زي ما قلت لك كده الطماطم ما تبقاش تقيله، لازم تبقى الطماطم خفيفه. وادي الحمص اهو مستوي وكله تمام التمام. وده الترمس برده استوى وكله حاجه 100 100. تعالوا بقى نحط مع بعض الدقه بتاعتنا اهي، لازم تقلبيها كده كل ما تيجي تاخدي او تاخدي في او تحطي في ازازه ترجي الازازه. هبتدي بقى ارش كده عليه قبل كده التقديم، هرش عليه من الدقه اللي هي اللي احنا عاملينها على الترمس، وهناخد برده من الدقه نحط على الحمص بتاعنا اهو بالشكل ده، الدقه دي اللي هي بتتباع عند الراجل. وادي الشطه، لو حابه تحطي شطه على الترمس حطي، مش حابه تحطي انا عملتها كده كده للي عايز، ولو عايزه تحطي شطه على الحمص برده هتحطي الشطه اهي، وتعملي الكوبايه وبالف هنا. ولو الفيديو بتاعي عجبكم يا جماعه ويوميات المصيف دي بتعجبكم، اتمنى تدوني لايك للفيديو. ميرسي جدا وشكرا لكل التعليقات، وميرسي لاهل اسكندريه الكرام، بجد بشكركم جدا 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 على الترحيب الجامد. مش يعني فرحانه قوي قوي ان انا كل ما امشي في الشارع اقابل حد يسلم عليا ويبقى مبسوط جدا ويقول لي احلى جيجي هتبهرينا، يعني هتبهرينا. متشكره جدا للاحتفال اللي انتوا عملتوه لي كمان في اسكندريه، ميرسي جدا لكل الناس الحلوه والذوق، بجد بجد بشكركم. واتمنى الفيديوهات بتاعتي تعجبكم، والسلام عليكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي.